أما الشق الأول من السؤال وهي أن لحوم الأضاحي صارت يحابى فيها ويجامل وأعطني أعطك، فلا شك أن هذا خلاف المشروع. هذا اللحم لحم تعبد بذبح البهيمة فيه إلى الله عز وجل، فينبغي أن يكون على مراد الله. يأكل الإنسان ما شاء ويهدي ما شاء ويتصدق بما شاء، واختار بعض العلماء أن يكون ذلك أثلاثا، يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، حتى ينفع نفسه بما يأكل وينفع الفقراء بما يتصدق به عليهم، ويجلب المودة بينه وبين الناس فيما أهداه إليهم. هذا هو الأفضل. ومع ذلك ليس بلازم أن يكون التوزيع هكذا ثلثا وثلثا وثلثا، بل لو أكل النصف وأهدى الباقي وأهدى وتصدق بالباقي فلا بأس، أو أكل النصف وتصدق بالباقي فلا بأس. إنما اختار أكثر العلماء أن يجعلها أثلاثا، ثلثا له وثلثا للهدية وثلثا للصدقة. أما الشق الثاني وهو أن تجمع لحوم الصدقة ثم تعطى الفقراء على حسب حاجتهم، فهذا لا بأس به. المهم أن تذبح في وقت الذبح، أما أكل اللحم وتوزيعه فلا حد له. نعم.